السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد شخصية، قائد كبير وعظيم. نعم، شخصية مثل السيد هاشم فقدناها، لكن كانت هذه أمنيته، كانت هذه أمنيته، وهو صاحب المقولة المشهورة: ما أجمل شهادة الستين. نعم، هؤلاء القادة بالتأكيد بالتأكيد عندما اختاروا هذا الطريق فهم لم يختاروا طريق الموت على الوسادة، لا والله، بل اختاروا طريق الشهادة. لنستمع إلى بعض الكلمات التي وصفت السيد هاشم، لنستمع إن شاء الله إلى هذه الكلمات، وأعظم الله أجوركم وفي أمان الله. بعد أن أعلن بشكل صريح وواضح عن استشهاد الأخ العزيز السيد هاشم، فإن لله وإن إليه راجعون، خاصة أن هذا الاستشهاد جاء مباشرة بعد شهادة شهيد الأمة الأقدس. الآن في هذه العجالة، يعني الله بيعلم إذا منعيش ومنحكي ومنأدي الواجب ومنبر الدم بالنسبة للسيد هاشم. أريد فقط أن أقول أنه كان الأخ العزيز والصديق والصدوق والمحترم والرفيق والحبيب والدقيق والمثابر والمتابع والمجاهد والتقي والورع والدقيق في الأحكام الشرعية، والذي كان حنونا ورؤوفا ورحيما، وهو خسارة كبرى للأمة الإسلامية. ليس من السهل أن أختصر الآن 45 سنة من العلاقة معه. أعيد بحسب سنة الإسلام وبرضا كامل لأقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدين دين الله، وهو الذي يحفظه. آه من شهادة الستين، ما أجملها وما أنقاها وما أحلاها في ركاب أمير المؤمنين عليه السلام. فزت ورب الكعبة، وهذا هو الفوز العظيم.